وبينما كان جيش لويس التاسع يرابط في دمياط منتظرا قدوم التعزيزات من فرنسا لكي يهاجم المنصورة، اشتد المرض على السلطان الصالح نجم الدين أيوب وشعر بدنو أجله، فأوصى زوجته شجر الدر بحفظ الدولة من بعده، وأسلم روحه لله تعالى. وعندما وافته المنية تجلدت زوجته شجر الدر وتحملت عبء وضخامة المسؤولية بجسارة كبيرة، وأظهرت من الشجاعة والحزم ما كان له أثر عظيم في تاريخ الدولة الأيوبية في مصر، إذ كانت امرأة قوية رابطة الجأش وأخفت نبأ وفاته عن العسكر ومعظم قادة الجيش حتى لا تضطرب صفوفهم، وكونت مجلسا ثلاثيا للحكم تشكل منها ومن الوزير فخر الدين وأمير الجيش فارس الدين أقطاي، على أن تصدر الأوامر للجند ممهورة بختم السلطان. ولما استوثقت شجر الدر من أن توران شاه يصلح للحكم محل أبيه، أرسلت في استدعائه من الموصل ليأتي من فوره. أحسن الله عزائك وعزائنا. لم يترك لنا قيادة بعد أن مات، وأخشى إن علم العسكر بذلك أن تضيع صفوفهم. مولاي الملك المعظم تورانشاه. الملك المعظم؟ إنما أنا نائب والد السلطان إن كنت لا تعلم أيها الرسول. ما الأمر؟ ما الذي حدث؟ الملك الصالح أيوب لقد توفاه الله. توفاه الله؟ وقد أرسلني الأمير فارس الدين أقطاي كي يعزيك وأبلغك ما يحدث الآن في مصر. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.